السلام الله عليكم وأهلا بكم في هذا الدرس 22 من دورة تعلم لغة الـ HTML. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم عن كيفية إنشاء layout في الـ HTML cut أباز ديباليز. تعرفنا في الدروس أو في الدرس السابق اللي هو 21 عن different method كيفاش نكريو layout en général في Impage Web، وقلنا من بين هذه الـ method اللي بلي يتيليزي هي الـ float أو بيان نعم الـ CSS float. CSS float باستعمال دو نوسيون تري امبورطونت اللي هي الفلوت الكلير. يعني باش نشأ لي اوت اباز لا ميثود سي اس اس فلوت لازم انا خصنا نعرفو مليح كيفاش تعمل الكلير والفلوت في لا ميثود في سي اس اس في لا ميثود سي اس اس فلوت. دونك وقلنا باللي ريسامون في الاش تي ام ال 5 ديفلوبيو لي زيليمون سيمونتيك لي هما ليكيفالون تاع واش لي هما ليكيفالون تاع يديرونا ان ايكيفالون تاع لي باليز ديف لي معتمدين كثير في انشاء اللايوت في الاش تي ام ال 4 كيما في هذا ليكزومبل لي هنايا. قلنا لي زيليمون سيمونتيك لي خرجوهم الهيد نافيغاتور ارتيكلز ارتيكل نافي ناف ارتيكل سيكسيون سايت فوتر هادو دي زيليمون سيمونتيك خرجو في الاش تي ام ال 5 يديروا لنا ليكيفالون تاع واش تاع لي ديف لا ميثود كلاسيك في الاش تي ام ال 4. حنا في هذا الدرس سوف نعمل لاي اوت بمثل هذا الشكل يعني في الاش تي ام ال 4 باستعمال لا ميثود تاع لي ديف، وفي دروس لاحقه ان شاء الله سوف نعمل انوتر لاي اوت باستعمال لي زيليمون سيمونتيك ديفلوبي ريسامون في الاش تي ام ال 5. دونك خلينا نقولوا باللي اللاي اوت تاعنا راح تكون بهذا الشكل، يعني ديسينيت ان تي لاي اوت هنايا في البنت اللاي اوت تاعنا تكون بهذا الشكل، تكون تحتوي على كونتينر هذا الخط الغليظ كونتينر، وداخل هذا الكونتينر فيه الهيدر فيه الناف فيه ارتيكل وفيه فوتر فيه يعني كات اليمون في ان سول كونتينر. وهنا راح نتعاملوا بلي اي دي ما نتعاملوش بلي كلاس، نتعاملوا بلي اي دي سي بريس كيم لي كلاس، يعني كلاس ابري لو نو تاع الكلاس ومن بعد باش في سي اس اس تتحكم في الديف هذا تروح تكتب بوا ولو نو تاع الكلاس هذا. هنا ما نتعاملوش بهذه الطريقه، نتعاملو بطريقه الاي دي، يعني جوست السنتاكس راح يتبدل برك ابري تحط لو نو تاع الاي دي هذا وبيا لو نو تاع الاي دي تاع الديف. فوالا باش نطبقوا الدرس تاعنا هذا نبداو قلنا هنا نبداو نديرو ان ديف لي ديف تاعنا نيسيسير هنايا قلنا ان كونتينر بالاي دي كونتينر. في هذا الكونتينر واش قلنا فيه؟ الكونتينر هذا فيه ان فوتر بالديف نعطيلو اي دي هيدر عفوا هيدر ابري في الهيدر هذا هنا نزيد نجيب نكريو ان نافيغيشن يعني ناب ابري نافيغيشن ديما رانا في الكونتينر تاعنا نكريو ارتيكل ارتيكل ابري من الارتيكل نكريو ان فوتر. يعني واش درنا هنا في هذا الشيء كرينا كونتينر ومن بعد داخل الكونتينر حلينا داخل الكونتينر شكلنا كتبنا هيدر اللي هو هنايا ومن بعد نافيغاتور وجيست اكوتي ارتيكل جيست اكوتي فوتر. دونك حنايا البروبليم سيكو حطيناهم بالتسلسل، ولكن لازمنا نحترموا هذا في لافيشاج في البراوزر لازمنا نحترموا هذا الموت على لافيشاج. حاب يقول نكتبوا النايف الهدف تاعنا هو اننا نكتبوا الناف والارتيكل نكتبهم في لو ميم لين، هذا هو البيت تاعنا باستعمال فلوت سي اس اس. نعم دونك نجيو هنا باغ اكزومبل في الكونتينر هذا اللي هو كونتينر نهزوه حابين نديرو له نبينو له لي بوردير تاعو. نجيو هنايا قلنا نكتبو باش نبينو لي بوردير تاعو نكتبو كونتينر ابري نصبوه علامة دياز، وهنا لحقنا لا باليز ديف اللي ممثلة بالكونتينر. حلو معقوفتين نجيو فوالا انا باغ اكزومبل نقولو ان بوردر سي با ليفت جوست ان بوردر
تاع ان بيكسل سوليد فور اكزامبل جرين ونعطيولو ويد نحب يقول عرض الويد نقولو باغ اكزامبل 100% كومسا ونسجل هنا نشوفو بلي ما صرا حتى افيشاج تاع الكونتينر تاعنا ما بيناش الحدود تاعو بوركوا باسكو الدوكيمون هذا تاعنا ولا الفايل تاعنا سي اس اس هذا ماهوش انكليف الدوكيمون تاعنا هنا اوكي خصنا نجيو هنايا بلا باليز لينك اللي تعرفناها سابقا اللي هي تسمح لنا باش ننشئو علاقه ستيل شيت يعني بين دوكيمون اتش تي ام ال دوكيمون سورس اللي هو سي اس اس ونعطيو له جوست لو نيم تاع هذا دوكيمون سورس اللي هو هنايا سيف اس هذا لونو تاعو نهزوه فوالا نجيو لهن ونعيطو لدوكيمون سي اس اس تاعنا دوك دوكيمون سي اس اس تاعنا عملنا له ابل في هذا اللينك هنا دونك هنا نورمالمون يصرالنا في شاج تاع الكونتينر تاع لارجور تاعو 100% حاجة مليحة دونك حنا حابين قلنا هنايا هيدر الهيدر هذا باش نلحقو للهيدر هذا حابين باغ اكزومبل الهيدر هذا وبيا هنا قبل ما نديرو هيدر خلينا نكتبو الهيدر اش ا نقولو هنايا layout in html 4 by using floats الفلوتس اللي هي floats and هنايا هنا العنوان تاعنا واش راح نخدمو راح نخدمو اللاي اوت باستعمال سي اس اس فلوت يعني هنا خصنا نديرو سي اس اس فلوت الفلوت اند الكلير باستعمال سي اس اس فلوت وهما اللي تركزوا اساسا على يعني الفلوت والكلير فوالا وهذا الكونتينر تاعنا في الكونتينر تاعنا كاين الهيد الهيدر هذا حابين باغ اكزومبل نكتبو نكتبو باغ اكزومبل اورانج لوبس مي تي فوالا نسجلو ونشوف فوالا افيشنا اورانج جوب مي تي باليز ديف انتيريو دوك نحبو نحكمو لها الديزاين تاعها هذه الديف تاعنا باش نلحقو لها واش هو نهزو الهيدر هنا هذا تاع الاي دي ونجيو هنا باش نلحقو لهذيك الديف نديرو دياز ابري نديرو لو نو مع خوفتين ونتحكمو باغ اكزومبل حابين نديرو تكست الاين نديرو سنتر ابري نديرو ان باك جراوند كولور اورانج كيما سجلو نشوفو النتائج فوالا دونك سنتر باك جراوند كولور اورانج حابين نديرو نتعلمو سي في الكونتينر تاعنا هذا حابين نتعلمو المارجينغ باغ اكزومبل نستعملو لا ميثود تاع المارجينغ والبيدينغ حابين نديرو بيدينغ يعني بيدينغ في كل اتجاهات من رايت نعطيولو باغ اكزومبل 2 بيكسل فوالا ابريزي نديرو بيدينغ يعني نسجلو بيدينغ من رايت يعني من الجهة اليمين راح يخلينا 2 بيكسل لاحظ هنا بيدينغ عفوا هنا اول حاجه نقولوا هنا نديرو باغ اكزومبل نتعاملوا مع المارجينغ هنا ما نستعملوش مع البيدينغ نبداو بالمارجينغ مارجين باغ اكزومبل رايت نبداو بيدينغ رايت مارجينغ عفوا مارجينغ يعني لا مارج رايت من جهه اليمين منا من جهه اليمين راح يخلينا بين دي بين الهيدر والكونتينر بين الهيدر والكونتينر خلينا دو تري بيان بين الهيدر والكونتينر خلينا دو زين نجيو في جهه اللفت نديرو غير المارجينغ جهه اللفت جوست كوم سا خلينا دو بيكسل تري بيان خلينا دو بيكسل وكذلك
من جهة ومن جهة. من جهة الطوب يعني الأعلى خلينا دو بيكسل، ومن جهة البوتون يعني خلينا دو، يعني من جهة الأعلى ومن جهة الأسفل خلينا دو دو. فوالا طري بيان، خلينا دو دو. هذا واش بغينا حنايا في الهيدر تاعنا. دونك نجيو هنا بايزون للناف الهيدر سي بون ريغلينه، نجيو لها النافيغيشن. النافيغيشن هذه حابين بايزون نكريو ان ليست، ان اوردر ليست، يعني ان اوردر ليست عفوا ان اوردر ليست نورمال افيك ال اي، عفوا افيك ال اي ليليا ال اي. ومن بعد ابري في ال اي نكريو ان لينك، يعني اللينك ا، وشاك فوا نحطو اللينك تاوعنا هنايا. نجيو هنا بايزون اللينك الاولاني نهزو هذا تاع سيستم د انفورميشن، يعني هنا نهزو هذي لوليا بايزون نجيو نحطوها هنايا. بعد ابري سيستم د انفورميشن حجي كوم، يعني اللي نكليكيو عليه. أبري نحبو نديرو نوتر تريك اللي هو تارجت بلانك، يعني تحلنا في النوتر تاب. فوالا هذا اللينك الاولاني. حبو هذا لومام باش نلحقو شويه وقت هنا نعاودوه تروا فوا، نحبو حنا نديرو تروا نافيغيشن كوم سا. هنا جوست نجيو لاباج تاوعنا هنا نهزو نعاودو نعوضوه هنا هكدا. ابري هنايا عندنا وشيا عندنا جوست ايسي كبرو شويه لاباج. فوالا عندنا هنايا شو لينوفاسيون شي اورانج. ها هنا لينوفاسيون شي اورانج. ايسي يعني هادو لي لينك تعلمناهم في الدروس السابقة. زين نجيو هنا باغزون نهزو الماركتينغ، هاذي ماركتينغ، يعني هنا الماركتينغ آخر حاجة. فوالا ونهزو ليا تاع الماركتينغ. اللي تاع الماركتينغ اللي هو هذا. وهنا نكونوا قد انتهينا من تصميم نافيغيشن تاعنا. عاود نرجع لاباج تاعنا نسجلوا نشوفوا النتائج ابري نتحكموا. تري بيان، هذه هي النافيغيشن اللي حبينا حنايا. حابين درك هذه النافيغيشن اللي هي الناف هذه نتحكموا لها شويه، نبينوا لها كيما نقولوا لي بوردير تاعها. نجيو غير جوست هنا دياز ونكتبو ناف، اللي رايحين لاباليز اللي فيها ديف اللي فيها ناف. فري هنايا نحبو بايزون نكتبو بوردر، عفوا بوردر ماشي ليفت، يعني ان بوردر عادي تاع ان بيكسل، ان بيكسل سوليد. هنا بايزون نقولو بلو، يعني يديروا ابري يديروا لنا في ان كادر بلو. ابري نشوفوا الكادر بلو هذا كيحكم العرض تاع الصفحه، نقولوا له نو ما تحكمناش على الصفحه، حكمنا غير 30% من لاباج. تري بيان، ابري نقدروا نتحكموا في هذو هنايا كما تحكمنا في الهيدر، نقدروا نتحكموا في المارجين، يعني في المارجين من كل اتجاهات. هنا انا بالمناسبه نكتبو هاذي جوست هذا نهزوهم بايزون ايسي نحطوهم هنايا هاكا ونسجل النتائج ونشوف. فوالا درنا لي مام مارجين تاع هادو، خلانا المارجين دو منا ودو منا ودو منا ودو منا. هنا حابين بايزون نستعملو البيدينغ. بيدينغ يعني لي تري سامبل،
هكذا وتعطيه باغ اكزومبل بيدينغ دو ان او ام وتسجل وتشوف باغ اكزومبل هذا الهيدر راح يخليك يعني البيدينغ هو المسافة اللي يخليها بين المحتوى هذه الكتبة ولي بوردير تاع الديف هذه كون نديرو باغ اكزومبل هنا بيدينغ تاع ان او ام او سي ونسجلو راح الكتبة هذو لي نيفيغيشن هذو المحتوى هذا خلي لك ان او ام بينو بين ان او ام بين واش بين المحتوى هذا و لي بورتير هذا تاع الكادر بلو هذا هو البيدينغ بار مي المارجينغ سي المارجينغ هو المسافة اللي يخليها بين البلوك والبلوك البيدينغ بين المحتوى والبلوك هو كذلك فوالا المحتوى والبلوك المحتوى والبلوك والمارجينغ هو بين البلوك والبلوك تري بيان دونك حابين باغ اكزومبل هذا الهيدر ناف تحكمنا فيه لارتيكل لارتيكل هنا باغ اكزومبل نكتبو ان باراغراف يعني اي نابورت كيل باراغراف نجيو هنا باغ اكزومبل اورانج نزو ان باراغراف معينة من اورانج هنا باغ اكزومبل اي باراغراف باغ اكزومبل هاد نزو باراغراف هادي تاع اورانج هنا نديروها في باراغراف كومسا ابريزي نهزو ان اوتر باراغراف ولتكون هذه فرزة عاود نرجع لاباج تاعنا الى مكانها هنا نوتر باراغراف نكتبو دوزيام باراغراف دونك عندنا في الارتيكل دو باراغراف وما ننساوش نرجع لاباج تاعنا هنا ناكتياليزي ونشوفو بلي هنا البلوك تاعنا هذا اللي هو البلوك ارتيكل طافي شنا هنا باش نحدولو قلنا يعني نديرولو ان كادر باغ اكزومبل روج كيما هذا هو روج نتحكمو له في البيدينغ واسمو تاعو غير جيست نهزو هذا مارجينغ ونجيو هنا لو ميم بروسيدير عندك دياز وتحط الاسم معقوفتين راك تتعامل مع الاي دي تستعمل الدياز تتعامل مع الكلاس تستعمل بوان فوالا هنا سي لو ميم تريك يعني باش سي لو ميم تريك يعني تقدر تهز هذا تاع الناف كامل وتابليكيه هنا اي سا مارش سول شوز لي ما سا مارش بيدينغ راح يابلي لك البيدينغ نورمال المارجينغ ثاني راح يابلي لك نورمال هذا بلو عاودو نقلبوه ريد باش تولي ريد وهنا 30% و 30% يعني 30% هادي بارابور 30% راح تجي هي كبيرة اصلا التكست كبير نديرو 30% نوسعو شوية نديرو 40 ولا سيكوند باغ اكزومبل نديرو سيكوند كومسا باسكو المحتوى تاعو كبير شوية فوالا طافيش انا البلوك الاول البلوك الثاني مازالنا الفوتر الفوتر هنا نكتبو اي حاجة يعني نكتبو بايزون كوبي رايت كوبي رايت كوبي رايت خمسة كوبي رايت نبري كوبي رايت هذي واش نكتبو نسجلو ونشوفو النتائج كتبنا هنايا كوبي رايت تاك 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 من بلوك تاعنا هذا وسي حابين ثاني تحكمونو في ستايل تاعو باش نتحكمونو في ستايل تاعو نفس الشيء نهزو الفوتر هذا نديوه لهن يعني المام بروسيدير يعني نجيو هنايا نكتبو الفوتر ابري دو بوان ونتحكمو في ستايل كيما نحبو هنا باغ اكزومبل حابين نديرو لو باكراوند اورانج ونسونطريوه ونديرو له لي مارشينغ اي لي بيدينغ تسمى باغاي سي كوم هذا يعني نقدروا نهزوا لي بروبريتي ديريكتومون تاع الفوتر ونحطوهم هنايا راه تاع الهيدر بيتو هذو لي بروبريتي تاع الهيدر كامل نهزهم وزين نحطوهم هنايا كي نحطوهم هنايا يعني راح نقوم بتكرار الكود علاش يعني نكرر الكود كاين نوتر ميثود ما نكررش الكود يعني راح يكون الكود طويل نحيوه ديريكتومون نهزو هنايا نديرو فيرغول ونكتبو فوتر تاعنا مين لازم نسبقوه بدياز في هذه الحالة هذو كامل الستيل هذو الميتادوني ستيل هذو اللي هنا يطابليكو على الفوتر يطابليكو على هيك سجلو نشوفو النتائج تخي بيان طابليكو على هذا وعلى هذا دونك حنا هنا
هنا يعني كيف نقولوا، هنا يعني قمنا بإنشاء layout. layout مش بأتم معنى الكلمة، باش تكون بأتم معنى الكلمة لاحظوا باللي حنايا قلنا في الأول، قلنا الرول تاعنا أن نهزو هذه الديف هذه اللي هي النار نحطوها جوست أكوتي، نحطو لها مشي نحطو لها هذه الأرتيكل، يعني نشوفوا هذه جاية في لين وهذه في لين، حنا نو حابين نرجعوهم في لو ميم لين. باش نرجعوهم في لو ميم لين يعني تجي هنا ناب وجوست أكوتي تجي نبي أرتيكل، تدخل قوة ولا تدخل لامبورتونس تاع السي اس اس فلوت، هي اللي تسمح لنا باش ديرنا دو بلوك يكونوا كوتا كوت باستعمال الفلوت باستعمال الكلير. مفهوم تاع الفلوت والكلير، الفلوت هو يعني كي نقولوا ليليمون هذا الديف هذا يفلوتي يعني تعويم، يعني يفلوتي فير غوش فير دروات، هذا يفلوتي فير غوش فير دروات ليفت رايت. كي نقولوا فلوت كي نعطيو له فلوت كي نقولوا هذا ليليمون ديف نعطيو له فلوت، معناتها يعني عند يعني كي نقولوا فلوت معناته عنده قيمه تاع الفلوتاج وبيان تاع الفلوتينغ، سواء يفلوتي يفلوتي فير غوش ولا فير دروات تسمو عنده قيمه تاع الفلوتاج. كيما نعطيو له حتى قيمه يعني ني فلوتينغ ني وبيان، قبل ما نطرقوا لهذه زين نقولوا الكلير. الكلير واش هي؟ الكلير هي نوت فلوتينغ، يعني كي نقولوا ليليمون هذا الديب نديروا له كلير معناته نمنعوه من الفلوتاج ونحدوا لا ديريكسيون سوا فير ليفت يعني اليسار سوا فير رايت نحو اليمين كيما نحبوا حنا. دونك فلوت نحو اليمين نحو اليسار، الكلير منع الفلوت نحو اليمين نحو اليسار، فوالا هذا واش المعنى تاعهم. ليتس جو نطرقو ديراكتومون ونشوفو كيفاش نردوهم في انسولين باستعمال الفلوت. نجيو باغ اكزومبل النافيغيشن هذه نقولو لها هنايا حنا نحبو هذه النافيغيشن تفلوتي، ولكن كي تفلوتي يصرا لها طوافان نحو اليسار. كيفاش نقولو؟ نقولو فلوت ليفت، يعني نقولو لها فلوتي فير ليفت، نسجلو ونشوفو النتائج. فوالا نشوفو بلي هذه الفلوت ولات يعني تسبح، فلوتاج ولا الفلوتينغ هو تسبح نحو اليمين نحو اليسار، تسبح نحو اليسار ولا تسبح فوق ليليمون روج هذا الارتيكل، يعني ناف ولا تسبح فوق الارتيكل من نحو اليسار. زين نجيو للارتيكل ونقولوا لها فلوتي يعني فلوت، دونك هذه قلنا لها اسبح فوقها اسبح يعني نحو اليسار، هذه نقولوا لها نحو اليمين رايت. نسجل فوالا، دونك هذه ولات تسبح نحو اليمين وهذه ولات تسبح نحو اليسار، عفوا هذه نحو اليمين وهذه نحو اليسار، عادي جدا. ونشوفوا باللي الهدف تاعنا هو صرا، يعني الشيء اللي حبيناه هو تمام، يعني ولا هذا وهذا ولا في لو ميم لين، وهذا هو لوبجيكتيف تاعنا. مي نشوفوا نوتر بروبليم كي سيكري اللي هو ولا صرا واش هي كيما نقولوا فيضان، خرجنا على الحدود تاع اوفر فلو، خرجنا على الحدود تاع واش تاع الكونتينر، يعني كيما نشوفوا هادو لي دو البلوك هذا الروج خرج من الحدود تاع الكونتينر و البلوك روج والبلوك بلو يعني دخلوا في الهيدر في الكونتوني تاع الهيدر. انا ما حابينش هكذا، حابين هادو لي دو بلوك يقعدوا داخل الكونتينر وهذا الهيدر يقعد الفوق وهذا الهيدر يقعد لتحت. دونك هنا بروبليم هذا سيكري، علاش؟ باسكو حنا قلنا لازمنا نتحكموا في يعني نتحكموا في لي زاليمون بالفلوت والكلير، يعني الفلوت عطيناه لمي فلوتي هذه يسار وهذه تفلوتي يمين، مي نسينا الفلوتاج ولا عدم الفلوتاج تاع لي زاليمون هادو هذا وهذا. دونك خصنا نحددو يعني هادو نحدو لهم يعني نقولو لهم يعني هادو اصلا ما عطينا لهمش قيمه، ما عطينا لهم ني فلوت ني كلير خليناهم هكاك، معناتها قابلين قادرين يفلوتيو كيما قادرين ما يفلوتيوش. هنا لازمنا نفيكسيو لهم قيمه، باه نفيكسيو لهم قيمه نجيو للهيدر هذا نقولو له كلير، يعني كلير واش معناتها؟ معناتها ما تفلوتيش ما تسبحش، هذا لي ليمون فوتر وهذا يعني ومامطو يعني هذا وهذا، راح نقول لهم نقول لهم نقول لهم ما تسبحوش، يعني ما تسبح ني يمين ني يسار. واش نقولوا؟
left إكلير رايت. يعني قلت له هذا، قلت له ما تسبحني يمين لي يسار، وهذا قلت له ما تسبحني يمين لي يسار، يعني منها تمين الفلوتاج مي فلوتي وش هذا، نحبهم ثابتين، هذا هما لي فلوتي، ندير لهم فلوت باش نحطهم في المام لين طريب، وهو كذلك الشيء يعني اللي حبيناه، يعني هذا منعناه من الفلوتاج مي فلوتي ني يمين ني يسار، هذا ني يمين ني يسار، مي هذا قلت له فلوتي يمينا يسارا، وهذا قلت له فلوتي يمينا، ولا فلو مملين، وهذا هو المبتغل تاعنا. دونك قاتنا جوست بعد التعديلات اللي هي نحبو باغ اكزومبل نحبو هنا في الارتيكل في الارتيكل في الارتيكل واش نديرو، يعني نديرو 60 باغ اكزومبل ايسي نقصو شويه 60 خرجت، يعني خرج من لاطاي 100%، يعني فاتت 100% البورسونتاج تاع هذا والبورسونتاج تاع هذا فاتوا 100%، دونك هنا لازمنا نديرو باغ اكزومبل نديرو 60 نديرو 50 ولا 55 تري بيان 55 مليح، نقدروا نقصوا هذا نديروا هذا وهذا 65 باسكو الكونتوني تاع هذا كبير وهذا تاعو كونتوني جاي شويه صغير قريب يوم حاجه مليحه. دونك هنا كاين بعض التعديلات اللي نعدلوها اللي هي باش نرجعوها ان لاي اوت كيما بهذا الحال بهذا الزي، حاب يقول يجي الكونتوني الكونتوني هنا هايدر هنا فوتر هنا الكونتوني تاع هذا يجي جوست اكوتي تاع هذا بصح ما يجيوش دي بلوك، يعني ما بينهمش دي بلوك، اش خصنا نديرو سي جوست، يعني نقدروا نحيدو درك هذه، يعني هنا درنا هذا كيما هنا المارجين والبيدينغ هذا درنا سي جوست باش نبينو يعني المارجين والبيدينغ اكزاكتومون كيفاش قاعد يصرا. نقدروا باغ اكزومبل هذا المارجين نحيوه الارتيكل ونحيوه في النار، هنا جوست زدناه باش نبينو برا ونسجلو نشوفو النتائج، يعني ولات ولا الكونتوني تاع البلوك جوست مع الكونتينر. ثاني حاجة حابين نديروها هي باغ اكزومبل هذا نحوه، يعني لي بلوك هذوك نحوهم خليهم، يعني البوردر هكذا نحوه وهذا البوردر هذا نحوه، نخليو لاباج تاعنا خليوها كيما يقولو فوالا خليوها شطل الباج ويب كومسا. تاني حاجة عندها بروبليم مع هادو، أول حاجة عندها لي بروبليم مع ليكريتور، يعني ما ديكلاريناش الشارسيت جو دو كاركتير، نعم لم يتم إعلانه هنا إيطا شارسيت سجلو فوالا تري بيان. هنا نشوفو الكتبة بلي تريكلت، هنا الميتي ثاني تخصنا أو فوق الأكسون ميتي ميتي إلي لا فوالا دياز 768 je pense très bien. Voilà. هنا ميتي فوق واكسون كوم سا عرفناه يعني امارات. نجيو هنا قلنا هنا نحو هادو باغ اكزومبل هذا لا ديكوراسيون لا لين هذا اللي تحت السيستم هذا نحوهم، باش نحوهم كالعاده دياز وبعدين نروحو ناف حين نحو هادو الارقام اللي هو ستيل ليست ستيل هذا والتكست ديكوراسيون تكست ديكوريشن نحيوه، يعني هذا ليلين هذا وهذا الارقام اللي هما ليست ستيل تيب هذا نحيو، واش نديرو نروحو للناف بري ناف عندنا او ال بري او ال عندنا ال اي ومن بعد ا فالا نقولو له تكست ديكوريشن هذه نون ابري نزلو الميم لين نقولو له
يعني هنا ما نوصلوش حتى لي لينك، نحبسوها غير في الاو اي ونحيو لها سيت فوسي، نحيو ليست ليست تايب ستيل تايب. فوالا تري بيان. كي نحينا ليست هذا تاع ليست ستيل تايب 1 2 3 ونحينا تاكس ديكوريشن. تري بيان، حنا بغيناه يكون هذا باغ اكزومبل. حنا هنايا هذه اللاي اوت تاعنا بشكل مليح. دونك هنا ثاني حاجه حبينا هي هذه، هنا كيما قلنا هذا المارجين بنحوه باسكو حابين تجي كولي، يعني لي باليز تاعنا يجي كولي. تري بيان، يجي كولي مع الكونتينر تاعنا. حابين نرك هذه باغ اكزومبل نعاودو نجبدوها شويه هنا، وهذه نجبدوها شويه هنا. باغ اكزومبل هنا نديروها نسيو معاها 70 فوالا 70 تري بيان. ابري هنا باغ اكزومبل نحبو هذه في الارتيكل عفوا، نديرو لا بوردر ليفت تاع ان بيكسل، يعني سي جوست نديرو ان بتي تري هنا، ان بتي تري هنا هوب كومسا باش يجي هذا شغل كولون وهذا كولون. ابري زيدي يجي انوتر كولون، شغل تجي سو فورم لاي اوت دي كولون. ان بيكسل سوليد، ان بيكسل سوليد، ونعطيلو ان كولور غري، يعني غري. تري بيان، دونك فوالا هاي حاجة مليحة. يعني هادي اللاي اوت تاعنا درك، يعني هنايا كي نشوفو عندنا، يعني كي نجيو نقارنو هنايا مع واش عندنا هنا، نشوفو بلي عندنا ديب كونتينر الكبيرة اللي هي اون كونتينر تاعنا هادي اللي هي هنا الغليظ هذا اللي هو هذا الفير. بعد ابري يجي الهيدر، الهيدر اللي هو هذا. بعد ابري هنا عندنا الديب فوتر، ابري هنا نافيغيشن جوست اكوتي جات ارتيكل، ارتيكل هادي ثاني. طري بيان، درك هنايا قمنا بانشاء لاي اوت اباز دي ديف في الاش تي ام ال 4. انا سي جوست هنا تي التعديلات، يعني الارتيكل حبونا نجيو نمدو ان اش ان، نقولو لو بايزون اورانج. سي جوست فوالا فوالا، ونحبو هذا تكست، يعني هنايا في الكونتينر نعطيولو وايت، يعني ابيض، يعني فوالا جي كومسا فوالا. فوالا السيت تاعنا، يعني سيت ويب نورمال، اون باج ويب. باج ويب هادي كرينا فيها لاي اوت، او بيان نقدرو نديروه نديروه سي غري كومسا. هادي درك يعني ترجع لأي واحد كيفاش هي يدير ستايل. فوالا غري، باسكو هذا عندنا هنايا غري. دونك هادي هي اللاي اوت، قمنا بإنشاء لاي اوت في باج ويب اللي هي اباز ال اتش تي ام ال 4 باستعمال لي ديف، ما استعملناش لي زاليمون سيمونتيك، واستعملنا لا تكنيك سي اس اس فلوتس اللي استعملنا الفلوت والكلير. الفلوت والكلير كيما قلنا هما دي نوسيون تري امبورطون نعرفوهم، لازمنا نابليكيهم على لي زاليمون. لي فلوتي ا غوش لي فلوتي ا دروات يكونوا في لو ميم لي. هذا هو درس اليوم، يعني باختصار شديد. دونك ما بقى لي غير نقول لكم، يعني قد انتهيت يعني الى نهايه الدرس كما يقولوها، اكتفي بهذا القدر من المعلومات من هذا الدرس، لانه الهدف يعني من هذا الدرس هو انشاء لاي اوت وكرياسيون دي زاليمون كوت ا كوت، يعني دي باليز كوت ا كوت باستعمال سي اس اس فلوت فلوت كلير. دونك وهو تمام. دونك ما بقى لي غير نقول لكم اذا كان هذا الكونتوني تاع الدرس فعلا قد افادك وقد استفدت فعلا وفهمت يعني كيف تقوم بانشاء لاي اوت في ان باج ويب، يعني باستعمال لا تكنيك فلوت فلوت كلير، ما عليك غير دير لايك لهذا الفيديو. نعم، اعمل لايك لهذا الفيديو. اذا كنت لاول مره تتابع هذه القناة، اعمل سبسكرايب لهذه القناة، نعم اشترك في هذه القناة، واعمل شير لهذا الفيديو اوسي وبيلي فيديو لهذه القناة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي،
وأهلا بكم في دروس أخرى لتعلم لغة الـ HTML. إن شاء الله في الدرس 23 سنتعلم أشياء أخرى جديدة في يعني في هذه اللغة اللي هي لغة الـ HTML. دونك أقلق نقول لكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.